المتسابق مصطفي عبد الغني محمود عبد الغني مصر، قيمة الجائزة 60,000 جنيه. المسابقة المحلية لذوي الاحتياجات الخاصة، المتسابق عبد الرحمن مهدي جمال أحمد خليل مصر، 20,000 جنيه. والآن كلمة السيد رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني آخر من استلم الجائزة آخر احنا انتم مقدمين له 20,000 مش كده؟ لا احنا اسمح لي ان انا يعني نزيد القيمة لي يعني شوية، يعني اللي يقدر يعمل كده ما شاء الله لا قوة الا بالله، يبقى حاجة عظيمة قوي. فاحنا هنزودها مش من ال فنزودها كويس، يعني نديله مبلغ كويس، فربنا يخليه له.